كل عام وأنتم بخير، أهلا ومرحبا بكم في سابع حلقاتنا من برنامجكم حكاوينا، والذي سنتناول فيه كل ما يخص مجال الماركتينج. ماركتينج، كلنا عارفين يعني إيه ماركتينج، بس مش عارفين إيه مميزات وعيوب المجال ده وإزاي أقدر أوصله. أول حاجة الماركتينج يعني تسويق، إزاي أعمل بروموت لبرودكت معين وأعمل إكستشينج الأوفرز ليها فاليو عند الناس. أشهر مجال في صيدلة بيحتاج ماركتينج سكيلز هو ميديكال ريبريزنتيف، سواء إنه هيعمل أدفرتايز لدراج معين أو براندينج كوزمتكس. وطبعا في سكيلز بنحتاجها علشان نقدر نشتغل في المجال ده. اللي يشتغل في المجال ده يبقى عنده public speaking, communication, creativity, negotiation. في تيبس معينة لازم يبقى عارفها عشان يعمل بروموت للفارماسيوتيكال برودكت بتاعه. أول حاجة يسامبل and focus logos. تاني حاجة humanize the brand. تالت حاجة يكون عنده build deep relationship with customer. مميزات الماركتينج بقى، أول حاجة increases visibility of your brand. تاني حاجة improves brand awareness and recognition. وآخر حاجة creates loyalty and trust with your customers. بس عيوب المجال ده إنه مكلف وبيبقى فيه competition مع براندز تانية. طب يا ترى في كورسز ممكن تفيدنا في مجال الماركتينج وإن إحنا نتغلب في الcompetition اللي دايما بتحصل؟ في كورسز أونلاين زي كورسيرا، وده مميزاته إنه بيقدم دايما certificate. في كورسز زي ماركتينج استراتيجي ودراج كوميرشاليزيشن. وبكده نكون خلصنا الماركتينج.